عاشورا صبر، استقامت، شهامت و نگفتن بزن. عاشورا پیروزی خون بر شمشیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تمام شما بینندگان عزیز. امروز 10 محرم روز عاشوراست. شهادت امام حسین و شهدای کربلا را به تمام مسلمانان تسلیت میگم و امروز آمدیم به محفل عاشورایی افغانهای مقیم مسکو که با هم ببینیم افغانهای ما چگونه دور از وطن عاشورا را تجلیل میکنن و عزاداری میکنن. پس بیننده برنامه باش. Если бы не подвиг его верных сподвижников, то сегодня ислам до человечества дошел бы в полностью искаженном виде. И мы сегодня должны быть благодарны. Должны быть благодарны имаму Хусейну, должны быть благодарны его сподвижникам за то, что они нам сделали. Они сохранили истинный ислам посланника Аллаха, и они стали причиной того, что ислам дошел до нас в чистом виде. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد مصطفى. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيناها يا آل علي. شورشی منم